المعهد الأمريكي للغة الإنجليزية استهدف بعوة ناسفة ليلة الخميس زرعها مجهول يجري البحث عنه في النجف الأشرف. أما الأسباب فحتى الآن لم تفصح عنها القوات الأمنية، لكن الحكومة المحلية قالت إن المعهد لا ينتمي رسميا إلى أي مؤسسة في الولايات المتحدة، وهو ما يرجح فرضية استهدافه لأنه قدم دروسا باللغة الإنجليزية. الأساتذة كلهم عراقيين ومن مدينة النجف، يعني صراحة أنا هم نسألنا شنو السبب؟ هل السبب أنه مجرد أمريكي كلغة؟ أنا صراحة كتدريس شيء تعلم أنه لغة جميلة أنه نتعلم فيك شيء، يعني فقط أنه مذكور على اللغة الإنجليزية. التفجير هو الأول من نوعه في المدينة الدينية منذ عام 2018، لكنه ليس كذلك على مستوى العراق. فبحسب بيانات أمنية ودولية فأن النصف الأول من الشهر الجاري شهد نحو أكثر من 12 هجمة استهدفت فيها مقرات أمنية وبعثات دبلوماسية بعبوات ناسفة وصواريخ كاتيوشا. ومع تصاعد حدة هذه الهجمات حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من خطورة دخول العراق في نفق مظلم من خلال استهداف المراكز الثقافية والمقرات الدبلوماسية. وعلى الرغم من أن الانفجارات لم تسفر عن سقوط ضحايا، فأنها تشير بحسب المعطيات الحالية إلى أن جهات تريد إحراج الحكومة وإجهاض محاولاتها في فرض هيبة الدولة والإمساك بالسلاح المنفلت. لأن كثير أطراف عايشين على هذه الفوضى.